طبعا شرفني التكريم ده، لان اولا التقيت مع كل اصدقائي واحنا اطفال جميعا، زي محمد عبد الواحد ودينا عبد الله وايناس عبد الله وكل الناس اللي موجودين. واتمنى ان يكون كل الاطفال اللي اشتغلوا في الفن يكرموا، يعني بالذات طبعا ان طبعا شرفنا ان احنا كلنا نبقى ضلع كده لمدام فيروز. فيعني اتمنى ان كل اطفال العالم كلهم اللي هم اشتغلوا في الكارير وفي الفن يتكرموا كلهم، وده شيء جميل، لان انا بعتبر تكريمي هو المفروض اللي يكرموا هم الفنانين الكبار، لكن طبعا هم اولادهم وهم اللي بيكرمونا. إقامة مثل هذه الملتقيات حاليا إن هي بتحسس الفنانين اللي سابوا بصمة فعلا لسه فاكرينكم لسه بنكرمكم، دي بتعني لك إيه؟ هو الحقيقة أنا زي ما قلت لك الأول إن الفنانين الكبار القدام يعني هم ما تكرموش، فبيعتبر إن تكريمنا إحنا هو تكريمهم هم الأساس، لأن طبعا الفنانين الكبار العظام وأولادهم اللي موجودين دلوقتي هم اللي بيكرمونا بناء على إن يعني أبهاتهم وأهاليهم ما تكرموش في الفن فبيلحقوا يكرمونا دلوقتي. فطبعا ده لفتة جميلة جدا وشيء جميل الواحد يتكرم وهو عايش. قولنا إيه أبرز فيلم أو أشهر فيلم ساب بصمة في حياتك أنت الفنية؟ والله كل أفلام الحمد لله رب العالمين ليها بصمة، من وأنا حتى طفل أيام فيلم عالم عيال أفواه وأرانب، طبعا ليلة القبض على فاطمة، أفلام يوسف شاهين، اسكندرية لي وحدوتة مصرية، ودعني بونابرت، اليوم السادس، سيد قشطة، يعني أفلام كتيرة جدا جدا الواحد عملها الحمد لله كلها ليها بصمة. أكيد كلها ليها بصمة. إحنا بنقول إيه أبرز حاجة معلمة معاك لحد دلوقتي أو تفتكر لها موقف لحد دلوقتي؟ والله أنا بفتكر طبعا اسكندرية لي، لأن طبعا اسكندرية لي كان بداية نقل يعني نقلة من 17 سنة، كان الفيلم نقلة من أطفال لفتيان وأبطال يعني، وفي نفس الوقت إن طلعت برة وكرموني برة ودخلت مهرجانات، فكان بالنسبة لي عالم جديد أنا دخلته، فطبعا له ذكريات عندي كبيرة. تقييم حضرتك إيه للأعمال الفنية اللي موجودة على الساحة الفنية حاليا؟ والله يعني طبعا يعني طبعا في التكنولوجيا بقت موجوده وتكنيك بقى عالي وما شاء الله الممثلين كلهم موهوبين، لكن هو بنفتقر الانسانيه، يعني ايام زمان كان الافلام كلها فيها انسانيه عاليه وفيها مشاكلنا، لكن دلوقتي احنا يعني بنستورد افكار خارجيه وبنقدمها مش بتاعتنا، عشان كده ما نفسكش زمن الفن الجميل يرجع تاني؟ اتمنى طبعا، يا ريت يبقى الزمن الجميل مستمر، يعني مش بس نفضل على زي عايشين على الاهرامات وما بنعملش حاجه تانية، لا احنا مش عايزين نعيش برضو على افلام زمن الجميل وما نعملش حاجه تانية، لا احنا عايزين الزمن الجميل يظهر مستمر معانا. الف مبروك على التكريم ونورتنا على شاشه الشرقيه. اشكرك، ميرسي.